حطيت هنا شوي شوي حياتي شوي شوي جعلك بس يعطيك الواحد دائما علمه انا ها عن الدهن لعب فيه هبو جنوب دائما انا ها انا مالي دخل ست حلقك انت يو يا لعن بليس مشان اسحب عليه وانا كنت قاعد زوج ست حلقك لخه 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 مكونات اتراز وفيلة سمك عجوز قلت شفت فيلة سمك نفسك عجوز شف 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 انا تعرف شنو هو؟ سمك مصروخ والله؟ والله العظيم هذا شحمة اذن لا يا مهبولة سمك مصروخ سمك مصروخ شف اصبري راح اعطنا باقي رز رز بعدي يوه رايح اليوم شغلنا الحين جاء وقت الطبخ ادري انك متحمس اي والله ها؟ شكل يلا 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 باقي بعد ذي وينها؟ لو ألمن عراقيبك الله يا لطيف تمهلص تمهلص انت ايش الطريقة؟ بنقطع روسهن؟ لا مهبولة بنقطع روسهن ونعبيهن والله؟ ايوه لا شوف بتشوف لك شيئين ما شفته من يوم خلصت تخرب جنبها لا لا اي مضبوط يا سلام حط حط الملعقه حط الملعقه الملعقه هذه سكين جافله جافله اخذت علينا عبد الله هذه عام فتح ذنبها عادي عادي لا ما تخر تخر الله شوف 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 ايش يعطيك اجدري شوف من بعيد حط راسه قرب 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 هذا وين القى فيه الشغل ذا والله ما تلقاه لو تفر السعوديه كلها تفر العالم كله ما عينت مثل ذا الشغل حطها يا سلام لا تقعد بعد يوي يو الله خلاص نسقي صب صب بلها ملها ولا بس خلاص شنطة باقة تسكر صب صب مرق مرق يا سلام هذا الشكل النهائي الله 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 ما هو ابتدى يا مهبوله ما هو ابتدى كش توكل ابتدى ها الله شو الفايده